السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة بعنوان حتى الحمام العطال ليه لازمة، أو حتى الحمام العطال ليه فايدة. حد هيستغرب أوعى من العنوان ده، إيه يعني الحمام العطال إيه لازمته إيه؟ هنشوف مع بعض ونقول لكم على كان في عندي قبل كده حمامة برجل واحدة، وحضراتكم شايفين الحمامة دي اللي انا مقرب عليها دي، اهو الحمامة دي اللي برجل واحدة اللي عملت لكم عنها في 3 فيديوهات قبل كده. دي برجل واحدة، يعني لو عند حد ممكن يتخلص منها. اهو حضرتك ماشية اهو بتاكل وبتأكل ولادها. هو مش موضوعنا يعني النهاردة الحمامة اللي برجل واحدة، لكن انا بوريكم ان كل حاجة ممكن يكون لها لازمة. اهو حضرتك اهي، لو قربنا هتأكد ان هي دي رجلها اللي واقفة عليها، واقفة على الرجل التانية على العظمة، اهو وقفت بتعرج اهو. قرب لها كمان اكتر اهو، الذكر بتاعها بيطاردها اهو، اهي ذكرها بيطاردها. هي معاها زغاليل، يعني تشتغل ما شاء الله شغل كويس جدا. الحمامة دي من الحمام اللي انا بعتز بيه اهو، ذكرها بيطاردها علشان تبيض تاني. وما يوريكوا زغاليلها، نشوف زغاليلها قد ايه. اهو زغاليلها اهو لسه يعني ما اكتملوش الريش اهو، ما شاء الله من افضل الحمام المنتج عندي زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات السابقه، ما شاء الله. اهو دول الزغلولين بتوعها، والله دول البطين بتوعها ما شاء الله، طلعتهم وزغطتهم كويس هي بمساعدة ذكرها يعني. لكن نرجع لموضوعنا اللي هو الحمام العطال ليه لازمة، ايه لازمته؟ هنشوف مع بعض. دي حمامة البيضة اللي حضراتكم شايفينها دي. الحمامة دي يمكن اكتر من سنة ما بضتش اهو. حد هيقول طب ما هي نايمة على بيض، لا البيض ده مش بتاعها، البيض ده مش بتاعها. يعني شوف حضرتك لما يكون عندك حمامة بقالها سنة ما بتثبتش بيضة واحدة حتى، ده يتقال عليها الحمام العطال بجدارة يعني. قلت اتبعها، لا مش هتستوي حتى على النار. فكرت في فكرة تانية الحمد لله. ايه هي الفكرة؟ قلت طب ما انا اجرب احط لها بيض، بس طبعا مش عايز اغامر احط لها البيض ممكن ما تنامش عليه. ففكرت ان انا اجيب بيضة فاضية في البداية احطها لها، هي حمامة خوافة يعني مش زي الحمام زي باقي الحمام. قلت احط لها بيضة فاضية الاول. جربت في بيضة فاضية فارغة يعني من حمام تاني، بعد كده شلتها لما اتأكدت بعد يومين ان البيضة دافية، قلت احط لها بقى بيض كويس، بطين متبضين لسه جداد بتوع حمامة تانية شغالة كويس. قلت ليه ما استفادش بالحمامة العطال دي، يبقى الحمام العطال ليه فايدة اللي هو بيشغلوه خدامين اهو. بس انا ما عملتش كده الا لما لقيت الحمامة كل يوم بتدخل في الصفيحة دي، كل يوم هي وذكرها يقعدوا فيها كتير، كل يوم كل يوم يعني الموضوع على طول ان هم قاعدين في الصفيحة على طول، يعني ان هم عايزين يشتغلوا لكن الحمامة ما فيش ما بتبتش.
فمن هنا جت الفكرة ان انا استغلها واحط لها. حد يقول يعني يمكن هي بتنام النتاية والذكر، لا انا جربت في اوقات تانية لقيت الذكر نايم برضو على البيض، وانا مجرب يعني الموضوع ده قبل كده، بس يعني هي دي، فانا قلت لحضراتكم اجربها، اوريكم لحضراتكم الموضوع ده ممكن تستفادوا، لو حد عنده نتاية ما بتبيضش يستغلها في الموضوع ده كده. والناس اللي بتربي الحمام الزواجل عارفين الموضوع ده، انهم بيجيبوا الحمام ده علشان هو حمام حنين ويشغلوا خدامين، يشغلوا خدامين للحمام اللي مش بيعرف يزق اولاده كويس، يعني الحمام العظم بتاعه كبير وما بيستطعش ان هو يطعم ولاده او الزق بتاعه ضعيف، فهم بيجيبوا من الحمام الزواجل اللي زي الحمام بتاعي ده يشغلوه خدامين، بيتقال عليه خدامين، يبقى ما بيبيضش، مش عايزين هم منه بيض، هم بس بيشغلوه يحطوا له بيض وهو يفقس الزغاليل ويزغطها كويس، هو ده المطلوب منه. بتكون انواع مثلا انواع عنده انواع غاليه، فبيحاول يستغل الحمام الزاجل ده في الموضوع ده. لما تعمل كده يبقى كل الحمام اللي عندك له لازمه، حاول تستغل كل حمام عندك تعمل باكلها، يعني هي دي بتاكل بقى لها سنه على الفاضي، ليه انا ما استغلهاش؟ زي ما انا سبت الحمامه اللي برجل واحده اللي شفتها حضرتك من شويه، انا استغل كل الحمام اللي عندي، ما سيبش حاجه ما استفادش منها، طالما هي بتاكل اشغلها، ان ما كانش اتخلص منها كده علشان تزود انتاجك والخير يزيد وربنا يرزق الجميع من فضله وكرمه. واحنا في عز موسم الانتاج اللي هو فصل الشتاء، اللي فيه ناس بتختلف معايا في الموضوع ده، بيقولوا ان الحمام اللي في الشتاء بيبقى مريح وفترة القلش، لا يا جماعة خالص، انا الحمام عندي الحمد لله دي الايام دي شغال. انا بستغرب يعني في ناس حتى بيبقوا معزلين الديكوره عن النتي في فصل الشتاء ده، مش عارف ليه يعني، مع ان هو ده ما اشتغلش في الشتاء، شغله في الصيف، اللي هو بيطلع فيه الجص وبيطلع فيه الامراض اللي هي الجدر المائي اللي هو او الكانكر، يعني هو ده موسم الانتاج عزه، وربنا يرزقنا ويرزقكم رزقا حلالا طيبا. بكده اكون خلصت موضوع النهاردة اللي هو الحمام العطار ليه لازمة، اهو حضرتك الحمامة دي والله زي ما بقول لحضرتك كده، ان هي بقالها فترة طويلة ما بتبيضش، يمكن سنة او يمكن اكتر، فانا استغلت الموضوع ده. انتهينا من موضوع النهاردة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.